يا ست الكل ولد عسل يا كابتن، ازيك؟ عامل ايه؟ كويس؟ انما ما شاء الله انت شبه لعيب كورة عسل. انما ما شاء الله الجو حر قوي، الجو حر النهارده، الجو حر سخن، حاجة غريبة فظيعة فظيعة قوي. جسمي اتقطع، جسمي اتقطع، اقسم بالله مش قادر مش قادر. عادي بقى اعمل ايه؟ والله العظيم لفيت، خدت علاج، لفيت على الدكاتره كلهم اقسم بالله. كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندك ده ما بيروحش بسهوله، بس جرب؟ جرب ما بيروحش بسهوله، عندي جرب بس ما بيروحش بسهوله. بس مسموع دي ما تقلقيش، مسموع. ازاي يعني مش معصب؟ لا لا جرب مسموع. لا ما تقلقيش خالص، لا لا الحمد لله. والنبي كابتن ورث لي الظهر. ورث لي الظهر. لا لا معلش، لا عادي ما فيهاش حاجه والله مسموع. لا 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 يعني ايه؟ طب ورثولي، ورثولي انت اختي. انا ورث لك؟ معلش خليه هو، طب يرث عشان مش قادر. انت مجنون؟ معلش انا بحاول والله العظيم. لا بتحاول؟ بسيب يا اخويا واتقطع. اتعالج الاول، نظف نفسك. ونظف نفسي والله العظيم، وبعد كده بس حمى 6 مرات في السنه. باين في السنه. 6 مرات في السنه. بس انا لازم يحصل لك الوباء ده. وباء ايه؟ وباء جسمي بيتقطع. لما انت جسمك كده بتوقفنا ليه وبتركبنا معاك ليه؟ انا مش قادر. خلاص اركننا على جنب ننزل، نجور في داهيه. يا ست نجور في داهيه هنا وصلت مسوارك، يعني معنى ان انا تعبان ما نزلتش اشتغل؟ اكل عيالي منين؟ اعمل ايه؟ حرام عليكي. طب ما تتعالج الاول وبعد كده انزل. ستي اتعالجت، لفيت على لفيت على الدكاتره في كل حته في مصر، لفيت على دكاتره في مصر. طب بعد اذنك ما تلمسناش خالص لحد اما نوصل. يا ستي انا لمست حد فيكم، انا بقول للراجل. طب لو سمحت ما تلمسوش، بقول لك ما تلمسوش. يا ستي انا عايز الراجل. لا لا والله انا عايز الراجل ده. اعمل ايه؟ راجل مين؟ لورثني بقى، لورثني. اقرش لنفسك انت. عايزين تورثوا لي؟ طب هرث لك انا. بقول لك وسع ايدك من على الولد. يا ستي انا وسع ايدك من على الولد. طب هعدي هعدي اجيب اكل من اخويا عشان انا جعان، اخويا جايب لي الاكل. معلش. يا منعم يا اخويا. ايه يا عامل ايه يا منعم؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خد خد يا منعم، يا منعم اوعى يا منعم تسلم على حد، يا منعم اوعى تبوس حد، يا منعم يا منعم حرام عليك، انت 4 حالات في المستشفى بسببك يا منعم. اوعى يا جماعه كل سلم على حد او باسه. سلم على الولد وما عمال يمسك فيه. سلم عليه بس ايه؟ حللينه. سلام يا منعم، قلت لك 100 مره يا منعم، ولاد الناس يا منعم. حرام عليك يا منعم. لا 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 شكرا. لا لا بقول لك ايه، نزلنا استنى اقف، نزلنا هنا. لا لا احنا هننزل. انا بقول لك انا عايز انزل. من السرقة السرقة. بقول لك مش عايزين نوصل، مش عايزين نوصل. عند رايحين هنا بس عند الكوبري. مش عايزين حاجة، بس خليك انت في مشوارك. جرب جرب مرض ولا تختار. بقول لك ايه، كفايه هنا احنا هننزل. لا مش لو سمحت، بقول لك كفايه هنا احنا هننزل. بس نزول بس نزول. بقول لك اركن هننزل. هنزلكم. ايه مش هتنزلنا دي؟ عمالك في جهه وصوت والم عليك الناس. صوتي صوتي مش كفايه القرف اللي احنا فيه؟ كده كده ضربان وميت. يعني انت عايز تموتنا معاك؟ كلنا. انت مجنون؟ بقول لك اركن اقف على جنب. انت عايز تموتنا معاك؟ بقول لك اركن اقف على جنب. هموتكم. انا مش هموت لوحدي. هفتح العربيه. هموت لوحدي، هموت لوحدي غضبان، هموت لوحدي، انا مش هموت لوحدي غضبان. نزيع الحلقه دي ولا ما نزيعهاش؟ زح نزيع؟ جرب. ينزل الاسر يا بيت. انا اروح عند البنك العربي كده بعد التقاطع. بس يا بس انت بتهرش كده ليه؟ ها؟ بتهرش كده ليه؟ لا عادي مفيش حاجة ولا لا لا مفيش حاجة، مفيش حاجة. تعبان شوية. ده ألف سلامة. ألف سلامة. الله يسلمك، ألف سلامة. ربنا يبارك لك. سلامتك سلامتك. ربنا يبارك لك. شكلك أنت حلال يعني. ربنا يبارك لك يا بس. هنلف ونخش من الشارع ده ولا مش مشكلة عادي يعني. بس مش ملاحظ أنت توفر شوية، بتهرش كتير؟ معلش اختي انا تعبان شويه بس كده، ولفيت على الدكاتره كلها. لفيت على الدكاتره كلها وخلاص. كل الدكاتره قالوا لي قالوا لي نوع الجرب اللي عندي دوت له نوع صعب قوي، بس مسموع دي. مسموع مسموع ده يعني؟ متاكد؟ مش عارف يا بيتا، مش عارف. جسمي كله بياكل، بتهرش كتير قوي يعني. جسمي كله بياكل. معلش غصب عني، غصب عني تعبان. كمان ادخ، كمان ادخ. يا ده الحظ، يا ده الحظ.
الزراعة ده اوفر اوفر قوي قوي. اوفر مع لسه اوفر بقى. بس حط ايدك هنا كده عليها. لا ما خلاص الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هو هيدعك كده. ربنا يشفيك. ومسلم داري ومسلم داري. ربنا يشفيك. حكي جامد حكي جامد حكي جامد. لا لا خلاص حكي جامد. ربنا يشفيك ربنا يشفيك. اول يوم باين من اول اصلا الحمد لله. اقسم بالله انت راجل ذوق. انت محترم يا عم ربنا يصلح حالنا وحالك يا رب. اقسم بالله مسعيد. انت من هنا من القاهره اصلا ولا انا انا من الجيزه. من الجيزه؟ انا من الجيزه. الجيزه وين؟ ناس طيبين ربنا يخليك. ناس طيبين. جسمي بيكون ماتم. طب لما انت تعبان لسه؟ طب كنت ريحت؟ والله العظيم جسمي بيتقطع. كنت ريحت انت احسن من ما تطلع. ربنا ما يكتب الجرب عليك. امين يا رب. ربنا ما يكتب الجرب عليك ولا على عيالك. ربنا ما يسواش. الجرب هرب. مشكلة جرب هرب. جرب هرب من اي حد وجالي. يا ساتر يا رب. ده بلاء من ربنا سبحانه وتعالى. فلا احمد ربنا. سحرت متعال حرقت في المسلقان. الحمد لله. والله العظيم هبوط في الزعبوط احباط تحت البوط. ايه كل ده؟ حاجة كل ده في حاجة واحد. جرب. اهم حاجه ما كنتش بعد بس بس عشان خاطر ربنا. يا عم خليك بعيد يا عم. طب عشان خاطر ربنا ابعد يا عم ولا تبص لي عشان خاطر ربنا. عايزين نوصل بسرعه بس الله يرضى عنك عشان اليوم باين من اول. بس عدي اخويا بس تاخد منه الاكل. اخوك جعان انا جعان قوي جعان قوي. احنا مستعجلين يا اسطى عندنا ميعاد يا اسطى. عايزين الغدا بتاعي بس بيجيبوا لي يعني خلاص انت جعان يعني هتموت من الجوع. بيجيب الغدا من الصندوق. ازيك يا منعم يا اخويا حبيبي؟ عامل ايه؟ ازيك يا الاكل؟ خد جعان يا خد. بقول لك ايه يا منعم؟ اوعى يا منعم تسلم على حد يا منعم. اوعى يا منعم. حرام. ايه اللي حصل؟ اوعى يا منعم عشان خاطر ما تعديش حد. الله يخرب بيتك. هم نقعد موعدي؟ والله العظيم هو سلم عليك؟ سلم عليه وبس. لا تحاليلك بقى. تحاليلي ايه؟ تحاليلك. اوعى يا منعم. يا عم انت تعفرت يا منعم. موعدي؟ ربنا يوفقك يا منعم. يلا يا جماعه ما حدش يلمسه. خد كل حاجه. يا عم ابعد عني. ابعد عني. ده انت ايه يا عم؟ ده يا عم الله يخرب بيتك وبيت يومك اللي اسود ومطين بطين. اخوك ده يا عمي يا سايبه ليه يا عم للناس؟ سلام. اوعى يا منعم لسه موت اتنين يا جماعه برضه العدو. خلي بالك يا منعم. سلام. اقول لك ايه؟ ده انت يومك اسود النهارده ومطين بطين. لما انت ما انا ما اسالك اقول لك المرض موعد. انا بقول لك المرض موعد. يا عم تضربني في يا عم ده يومك اسود ومطين بطين. يا عم نزلنا يا عم. ابعد عنا يا عم. ابعد عنا يا راجل. ابعد عنا. بص عليها الطلاقه موت. تموت مين مثلا؟ والله اتفرج كده كده. ما جيت بلينا احنا يا عم. ميت انا كده كده. انت جيت بلينا يا راجل. انا كده كده ميت. جبت مين يا عم؟ انت يومك اسود النهارده. اقسم بالله اقف اقف بدل ما اولع فيك. اقف. لما انت موعد ومقرف كده تاذينا ليه؟ تاذينا ليه؟ انزل يا عم انزل انزل انزل. اوعى 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 نزل 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 فين في الهرم يا ست الكل؟ عندك اي رموش؟ حاضر يا ست الكل. عين اتنين. السلام. جو حر تقريبا. جسمي كله بياكلني والله العظيم يا ست الكل. انت ليه بتهرس كده؟ تعبان والله العظيم. عندي مرض جلدي. عندي مرض جلدي. كل لفيت على كل دكاترة مصر. قالوا لي ده نوع جرب ما بيروحش. يا ساتر يا رب. والله قالوا لي نوع جرب ما بيروحش. بس مسموعدي ما تلاقيش مسموعدي. مسموعدي يعني متأكد؟ لا الحمد لله مسموعدي. بالله عليك. والله عسل السب الصغير ده حبيبي. اسمك ايه ازاي؟ تعالى يوسف. هات حضن يا عم حبيبك. حبيبي يوسف تعالى. مالك يا يوسف؟ السنه كام وانت اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ ادم عسل. يا ادم عسل ربنا يخليه لك. الله يخليك ويشيل عنك يا رب. امين يا رب. ادعي لي يا ست الكل. يا رب يشفيك ويشفينا وشفي كل مريض يا رب. مش قادر جسمي كله بيتقطع. يا رب يشفيك يا حبيبي وشفي كل مريض يا رب. يا ديني بس انت حالتك صعبه قوي. مش قادر والله. بتنقح عليا كده في وقت الذروه. حالتك صعبه. ربنا يزعل عنك يا رب. ربنا يخليك يا ماما. ربنا يخليك يا ست الكل. ربنا يزعل عنك. ربنا يزعل عنك يا رب. خفيفه يا ست الكل. مسموع. انت ليه كل الناس بتبعد عني وكل الناس بتعدي يا جدعان؟ والله العظيم معلش. انت عارف المرض الجلد الناس بتخاف منه. خفيفه. اديني المرايه تبقى كده. تمام يا ست الكل. مش عارف اعمل ايه. لازم تجيب علاج. لازم جبت علاج. اعمل ايه؟ طب لازم ما تسيبش نفسك كده. جسمك مهري. مهري ايه؟ بص وشك. بص ده منظر. عايز اقطع من لحمي. اقطع من جلدي كده غلط كده. والحر ده عليه. عندي 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 حاجه اسمها البنجستنجول. بنجستنجول في اللبادية. ايه بقى البنجستنجول؟ دي روتنجيه صغيره بتحصل في كل 100,000 مليون واحد. بس
يسلم يا رب يسلم. اه والله العظيم. بس ورسلي في ظهري، ورسلي في ظهري ورسلي جامد يا حاج. طعيه طعيني. بس انت كده حالتك صعبه قوي، انا كده خايفه منك. هرسي جامد يا حاج. خايفه منك خالص. خفيفه يا حاج هرسي. خايفه منك. هرسي يا حاج هرسي يا كابتن هرس. هرس يا كابتن هرس. هرس يا خفيف. خفيف. بس خلاص يا ولاد. اخويا بس اخويا بس هيعدي يديني الاكل بتاعي. طب ما جراش حاجه. جعان انا جعان قوي. ما جراش حاجه. جعان اقسم بالله جعان جوع. مش قادر مش قادر مش قادر مش قادر. هو جاب الاكل هو جاب الاكل. يا منعم يا اخويا. حبيبي حبيبي. عامل ايه يا منعم؟ ما تسلمش عليا يا منعم. امسك يا منعم. اوعى يا حاج. ليه ليه بس؟ اوعى يكون سلم على حد. سلم على ابني. سلم على ابنك؟ عنده مرض معدي. يا نهارك اسود. خلي بالك يا حاج يا منعم. انت جبت لنا العجوه. الله يخرب بيتك يا شيخ. الله يخرب بيتك الواد عجوز. خلي بالك يا حاج. انت جبت الواد جوز. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك يا حاج. حسبي الله ونعم الوكيل. حللي لابنك. ربنا ينتقم منك. حللي ربنا ينتقم منك. يا غربان يا معفن. يا غربان منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. اوعى اوعى ده انت ظالم. انت ظالم ما بتعرفش ربنا. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. اسكت اسكت. اوعى يا غربان. اوعى يا غربان. يا غربان يا معفن. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. حسبي الله ونعم الوكيل. افتح الموسيقى وانزل يا زي الحلقه دي ولا منزاه بعد ما تعبتنا كده. انت شوف واحد غربان وعمال تضحك.